مهرجان ديال الحي المحمدي للكوميديا. لي عظيم الشرف انني نكون فيه لاول مره كنحضر فيه. شرف عظيم انني نجي لهاد الحي الجميل، هاد الحي اللي كان منبع ديال بزاف ديال الفنانين الكبار. وكنبغي نشكر الناس اللي منظمين هذا على الاستدعاء ديالهم، لانهم لقوني مع الفنانين اللي كنت كنتسنى انني نتلاقى بهم. فيستيفال كوميدي الحي محمدي النسخه الثانيه هو عرس ثقافي صعيبه باش تضحكوا لهاد الحي محمدي في حراره ديال 48 درجه لان القاعه تبارك الله كانت عامره. برافو المنظمين، برافو مقاطعه الحي المحمدي ومجلس مقاطعه الحي المحمدي. وكنشكر كذلك الزبير اللي باسني هذه اللحظه، كنشكر كذلك صاحبو حتى هو باسني في هذه اللحظه. هذا الفيستيفال هو بحال كتقول السلكه ديال الركراكه. هما كيديروا الفقهاء، حنا في الحي المحمدي كنديروا كوميديا، لان عندنا كيرا، عندنا كلشي كيدير النكته، لذا صعيبه باش تضحكوا لهاد الحي المحمدي. يعني واحد العاتق ديال بيني وبينكم واحد المسؤوليه كبيره وكبيره بزاف. كنتمنى اني نكون كنت في المستوى، والحمد لله هذا الصدى ديال الجمهور فرحني بزاف. كنتمنى انه في اللقاءات القادمه ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للحي المحمدي ونقولوا سهرات اخرى. اليوم انا حاضر معكم في مهرجان الضحك الدوره الثانيه بالحي المحمدي، واحد الفرحه كنحس بحال لي خويا اللي مزوج، اختي اللي مزوجه. يعني كنشكر مقاطعه الحي المحمدي في شخص الرئيس سي يوسف الرخيص، مروان الراشدي، سي عبد الجليل العلام، الحاج مصطفى بوفطيم اللي كانت وسيله وصل بيني وبين الناس ديال الاداره. السهره الاولى اللي ديال المهرجان فيستيفال كوميدي ديال الحي المحمدي اللي كيمتد من 28 حتى 29 و30 من شهر ابريل، راه السهره الاولى بدات والحمد لله. اختارينا واحد المجموعه ديال المتبارين شباب اللي غادي ياتوا الفضاء ديال هذا المهرجان عبر 3 ايام. كنتمنى نكونوا موفقين في اننا اختارينا الكوميديين اللي غادي يمثلوا ان شاء الله هذا المهرجان هذا. وكنظن انهم ان شاء الله فاللي يربح راه غيكون فعلا هو غيكون فعلا يستحق. شاركنا في فيستيفال كوميدي دو حي محمدي ونتمنوا دوز مسابقه زوينه وتكون هذه هي البدايه ان شاء الله الانطلاقه ديال لافونتخيلو كي انا و ريكو. نينا كتنسى لي على سنيتش؟ لا ريكو.